برحب فيكم أعزائي الطلاب بدرسنا الانقسام الخلوي. بعد ما تناولنا دراسة الخلية، الآن لنتناول موضوع مهم يخص الخلية وهو الانقسام الخلوي. كما تعلمنا من سنوات أن الخلية دائما تأتي من خلية سابقة بعملية الانقسام، فلذلك موضوعنا حيكون موضوع طويل حلو شيق نبدأ فيه. هل تعلم أنك كنت خلية واحدة هي البيضة الملقحة، ثم تحولت هذه الخلية إلى كائن بشري مؤلف من ملايين الخلايا؟ فما هي أهم الأحداث التي يبدأ بها تطور الجنين مثل ما عم نشوف؟ لأن هي عملية المراحل الأولى، اللحظات الأولى من تكون الجنين اللي بيصير هون. طبعا هذا رحم، هون قناة فالوب أو القناة الناقلة البيضية. لاحظ كيف هذا الجنين بالبداية هو عبارة عن خلايا تنقسم لتكثر الخلايا أولا، حتى طبعا نبني منها كائن جديد. إذن الانقسام الخلوي هو أساسي في زيادة عدد الخلايا بالنسبة للجسم كالإنسان. أما مثلا حتى أيضا الجراثيم التي هي كائنات وحيدة خلية، لكن جسم عبارة عن خلية، فإذا توافرت الشروط المناسبة تكاثر الخلايا الجرثومية يعني انقسامها، فإنها ستغطي سطح الأرض خلال ساعات. الطريقة السريعة لهذا الزيادة، تؤمن هذه الزيادة الهائلة من الأعداد، هي الانقسام، الانشطار، سنسميه هنا بالانشطار. إذن النتيجة بعد شفناه عملية الانقسام الخلوي لها شكلان حسب نوع الخلية. ففي الخلية البدائية النوع مثل ما شفنا الجراثيم انقسام مباشر، فالخلية تنشطر، إذا توافرت الشروط فإنها تملأ الدنيا خلال ساعات. أما في الخلية حقيقية النوع كما سندرس، فهو الانقسام غير مباشر. شو يعني غير مباشر؟ يعني يتم بمراحل، يتم من أجل هدف، أحيانا تكثير الخلايا، أحيانا تشكيل الأعراس. فالموضوع اللي حندرسه بالبداية طبعا هو الانقسام الخلوي كفكرة، يعني الخلية حتى تنقسم يجب أن يسبق ذلك أحداث حتى تدخل بطور الانقسام. فلذلك لدينا أيضا قبل ما نبدأ نتعرف على مراحل الانقسام الخيطي والمنصف، لنتعرف على مفهوم الدارة الخلوية. هاي مفهوم الدارة الخلوية وهذا الانقسام الخلوي. فالخلية بعد أن تخرج من الانقسام الخلوي مراحله، بعد أن تنتهي مراحله، لن تباشر مباشرة انقسام خلوي. يعني هاي الخلية مثلا هلا خلصت من انقسام، خرجت من انقسام خيطي عادي، لكن هل تشرع مباشرة من بالانقسام؟ لا، هي تمر بمراحل. المرحلة الأولى بنسميها الطور، النمو الأول. المراحل حنسميها أطوار ما حتشوف فيها. يتم نمو الخلية، تجديد عضيات الخلية، وضوح الصبغيات على شكل شبكة من الخيوط يعني الكروماتين. الآن فترة يأخذها هي فترة النمو، ثم تدخل بالطور الثاني وهو طور التركيب، دور التركيب. طبعا هنحكي فيهم طور ودور هلا شوي يعني. لكن بالدور هذا اللي اسمه S، يتم فيه تضاعف مادة الـ DNA
وشفنا قبل شوي التضاعف بدهم مثل الآلية اللي درسناها لما درسنا الحموض النووي. مرحلة النمو الثاني ثم تعود إلى الانقسام بمراحله الأربعة أو أدواره الأربعة، ثم تعود وتنقسم الخلية من جديد لتعطي خليتين بترد بتمر بالدارة الخلوية. وهون عم يلخص لنا الانقسام، أدوار الانقسام اللي حنشوفه بالتفصيل الدرس الجاي. إذا هي الدارة الخلوية شفناها تعني الفترة الفاصلة بين انقسامين متتاليين. فالدارة الخلوية تقسم إلى طورين، طور بيني وطور الانقسام. الطور البيني يقسم إلى ثلاثة أدوار، هي دور النمو الأولي اللي شفناه تنمو فيه الخلية، ثم دور التركيب اللي بيتم فيه تضاعف الدي ان اه، ثم دور النمو الثاني التي تتهيأ فيه الخلية للطور الانقسام بدوريه، وهو انقسام سيتوبلازمي وانقسام خيطي. إذا هاي الفكرة هون مكتوبة عنا بالكتاب، وهلأ هون بجدول. الدارة الخلوية عرفنا تعريفها مهيك، تتضمن هذه الدارة طورين، كل طور يتألف من أدوار، كل دور اسمه وماذا يحصل فيه. عدناهن خلال ما شفنا الفيلم، خلال ما شفنا الفكرة لما حكينا عن تعريفها. إذا احنا هون كبداية عن الانقسام عم نحكي عن انه الانقسام هو ضروري جدا لكل الكائنات من اجل زيادة عدد الخلايا، زيادة البناء الجسم، او لزيادة عدد الكائن اذا كان الكائن من خلية واحدة. المهم دائما هنالك انقسامات تتم بآلية مهمة جدا خاصة بحقيقيات النوع. هالآلية هي مرورها في الدارة الخلوية، وطبعا اللي تتم العملية بنجاح وبالحفاظ على الخلية دائما مستمرة بمادتها الوراثية وبعضياتها وكل شيء بخصها. إذا هاي فكرتنا عن الانقسام كمقدمة، وشكرا لكم. هلا